ودونا في نمرو التقنيات. احنا الان سبت حنوري والسيدة جنات واحد مع قرار سعيد واحد ضده قبل هو سبت حنوري قبل، ولكن ثم اجماع انه الان قال احنا كنا في عنق الزجاجة واحد حطوه زد حطوه في قلب الزجاجة. لكن كلمة سي ناصر الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ديما نحذر من خطورة المنابر هذه، من خطورة التناول الجاف للمسائل هذه، التناول الحساباتي المحنط الجاف المسائل. علاش؟ لأنه سيد ضيفتك هذه كانت تحكي بطريقة يعني علمية واضح، مش حتى نقاش، وتناولت المسألة الموجودة الآن في تونس، ما ثم حتى إشكال، ولأني تتعامل مع أرقام. لكن المشكلة وين؟ لما قال انه احسن قرار ذا قيس سعيد استطردت في الخيار بتاع سحب استقلاليه البنك المركزي. لكن المواطن التونسي هنا يتخدر، اذا من نفهموا علاش وصلنا للمرحله هذه، يعني علاش وصلنا لمرحله السم ولا القتل، علاش مرحله الشنق ولا الرصاص. هنا يجي دور الاعلام، هنا يجي دور كل من تمشي حسين، لانك التعامل هذا بالشكل هذا يعطي احاله الى المواطن الى العوام انه قيس سعيد قام بعمليه انقاذ وخلاص، وجي ما علاش هاي صفقون وانتهى الامر. لابد من البدء من اول مره، كيفاش بدات الجريمه، كيفاش بدات المراكمه، كيفاش. حاجه ثانيه، نحن نتحط على مروان العباسي، وانا كتبت مقال كامل وقلت واعطيت تصريح العباسي وكيفاش احكى على ان رانا ماشيين بشويه بشويه نموذج فنزويلي اذا كان نقوموا بجريمه سحب التقرير بنك المركزي. شفنا الراجل المختص هذا شنو قال المحافظ الجديد تاع البنك المركزي. القرار عرفنا نعرفوا مليح انه الكلام هذا بدا يدور في وسط وقبل قبل شويه تقريبا في ابريل، وانا كتبت عليه قبل قيس سعيد بدا يغمي في الكلام هذا. وبدات ثم مناكفات ودخل في مناكفه مره مع العباسي واعطى اشارات وما حبش يدخل في كونفرونتاسيون وتكلمنا عليه الامر هذا. بعد قلنا يا سي حسين، قلنا راه الراجل هذا راجل استاذ مساعد تاع قانون الدستور. العباسي هذا عنده ماجستير وعنده دكتوراه، عنده كليه العلوم من تونس، عنده استاذين كليه العلوم من تونس، بعد ماجستير من باريس وبعد دكتوراه من جامعه باريس في الاختصاص، وعنده زوج ماجستيرات في الاختصاص في اختصاصات متنوعه، وتابع رواق في رواق الاقتصاد. الراجل هذا شفنا كنا نعد كنت كانت زيتونة الآن تعدد لي في الشهادة بتاعه. فإذا كان نجي للمواطنين على الأقل، أنا علاش عملت دخلة ذي، على الأقل ما نجيش بعملية قطع وحسم أنه رانا نتحدث على حاجة خارق العادة عملها قيس سعيد. نعم. كثيرة عملية الإجرام وصل من السياسي للقانوني للقضائي للاقتصادي، سلسله بتاع جرائم متراكمه. الاصل ما عادش نقدروا نتحدثوا اصلا على جريمه طبيعيه، ما عادش نقدروا. هو بعد عامين ونصف من 25 جويلية اللي كان يحكي بالانقاذ ويجي اليوم كما قال لك عريف، قال لك الحل شنو؟ نقصوا راس البقره باش تنجح. الان انت جنات تقول لك انه افضل خيارات حشك اكثرهم سما. اي انا حاجتي بالمعالجه جابها شي ينقض حاول بيها تبركها، شنو الخلاصه؟ اي لا هذا هو، نحن الكلام ما لازموش يتعدى. انا ما عادش نقدر نستطرد لما سمعت كلام الضيف نتاعي، ما عادش نقدر نستطرد قدام، لان المواطن اللي يسمع فيه باش يقول لك احسن خطوه عملها قيس سعيد وترسخ في ذهنه هذه. انت لما تجي اليوم تقول لي راه واحد باش يقتلوه ما نعرف شنو، شوي قررت انا باش نحكم عليه بمدى الحياه، تولي الناس تقول اه نقضوا من الموت حكم عليه مدى الحياه، او المراوحه كلها على سطح الجريمه، ماهيش خير الجريمه، شكون قابله؟ ثم حاجه اخرى، ما يلزمكش تتعدى امور بسيطه، ما يلزمكش تتناول تناول جاف مساله 0.4، هذه كارثه، هذه فضيحه. 0.4 راهو عام كامل، الثلاثيه الثالثه والرابعه الا 0.2. اي لا ما حد وطن الاحصاء، هذا المعنى. نعم يلزم تبسط المواطنين، حصير اضطر خطير جدا انك تحكي بطريقه حسابيه جافه من غير انك توصل لانه مش تحكي مع مختصين واكاديميين وخبراء، ومش تحكي مع 12 مليون.
إذن لازم نفهم الناس هذه اللي تحدث على سفر الفاصل أربعة، الراجل ضاي وصل بينا سفر الفاصل أربعة، يزم تبسط أنت، يزم تقول أنه رأى عندي نسبة نمو في 2010، في 2010 عندي نسبة نمو 3%، رأى وقع دقة الدنيا باش الناس ما تمشيش في ذهنها اللي رأى ثم إشكاليات وضارب ومضروب وكوارث وكذا وقع تضحك على شقي 3% وقامت الثورة في 2010. أي لا نعم يعني في 2010 كان عندنا 3% وقامت الثورة وطورة احنا عندنا 0.4. لا مش انا ذهني وين يحب يمشي، لانه تم برشا مواطنين وناس يدمجوا في المواطنين يقولوا لهم اراه تم اشكاليات ووقعت مشاكل كبيرة واضرابات وتسيب وكذا وقع مشاكل وهاك شوف السياسيين مش عاملين وكذا، هذاك علاش قاعد قيس سعيد يعالج شوف المسألة هذه قاعد يصلح. لا يا سيدي اسمع، في 2010 كان النمو 3.3%، في 2011 في 2000 وفي 2012 وقت جد حكومه ترايكا وقت القاده حمادي جبال اليوم ماهوش اهل اقتصاد ماهوش تاع اقتصاد، النمو نتاعك 3.5 من ذاك الوقت، من 3.5 نتاع حمادي جبال الى 2.6 نتاع علي العريض ما قدرتش توصل للنمو ذاك بدأ تماما. انت تجاوزت نمو على العريض في 2011 بعد الكورونا وقت الضافرة، في 2021 بعد الكورونا وقت الضافرة الجهود، تجيني انت في 2021 وقت الضافرة الجهود ودخلت مؤسسات وكذا وخدمة امور، لك انت جيت بعد في الـ في الـ في, الـ في الخمس شهور الاخرين، لكن خدمة قبل، تجي انت تاخذها 3.1 في 2022 ولت الامور تحطوا 2.4 تقريبا 6. نعم بعد ولينا نتحدثوا في 2024 على 0.4 ونماش. يلزم تعرف الناس اللي راجل من اللي خذاها 3.1 وصل بها 0.4 باش تقول لي راه نتيجه الظروف كذا، ما ثمش حتى ظروف اقصى من ظروف 2011 اللي هي بعدها مباشره الحكومه جد وخذت 2000 وخذت وعملت 3.5. زيد شوي حسين ما تنزلش بقى زمان نراوح بين المداخلتين معك ومع جنب تخلوهاش ثلاثة. اي لحظة خلينا نكمل فكرة. 3% اللي تعملت في 2000 و في 2010 تعملت صفر مشاغبات، صفر نقابات، صفر تجاذبات وصفر شراكة. 0.4% واللي قبلها بشوية بتاع 2022 اللي عملها قيس سعيد صفر رقابات، صفر اضرابات، صفر مشاغبات، صفر تجاذبات في البرلمان، تهزوا له القانون اليوم العشيه يجيبوك مقرط سمريك مصحح عليه. هذا دافع استقرار، ما ثمش حريه، ما ثمش ديمقراطيه، وديما نعرف الحريه والديمقراطيه عندهم جوانب سلبيه، عندهم اثار، ولكن على المستوى العميق عندها كلها ايجابيه. فانت داخل الهدوء الكبير هذا، نعم داخل رأي الواحد هذا بن علي عمل 3% وانت عملت 0.4%، لما كان الدك متاع الاضرابات في 2012، لما كانت التجاذبات، لما كانت الناس انت تحرك قانون قد قد هو قول قطر، انت تحرك قانون قد قد هو قول تركيا، انت تحرك مش عارف الفكرة وصلت في الوقت هذاك تحت الضغط عملت 3.5%. نحب المواطنين يفهموا ايه الفكرة وصلت. الخلاصة في المداخلة الاولى الفكرة وصلت هنا، الخلاصة نحب نقوله أنه هذا السيد من العجائب أن نقوله روى عمل قرار صائب، لأنك أنت تتحدث على زوز كبار مختصين كبار في الاقتصاد، تحدث على أستاذ مساعد قال لك لا الكلام بتاع الخبراء الكل ما يساعدنيش، خبراء الداخل والخارج حتى الخبراء الدوليين تكلموا في الأمر ضايع بتاع استقلالية البنك المركزي، قال لك ما يساعدنيش وهو طريق صواب. هذه فكرة محمطة تدخل جزء من أجزاء اللجان الشعبية بتاعه، الفكرة ككل دخل فيها الاقتصادي والثقافي والسياسي وكل دخلوا فيها الكل وعمل كوكتيل هجين غريب محنط ويقدم فيه الشعب. طيب كوكتيل هجين محنط هذا فكرة كده دي خليك معنا.